عندما اخترنا البقاء على هذه الارض لان هذه الارض هي من المقدسات التي عاش عليها اباءنا واجدادنا، لم يكن امامنا سوى خيار المقاومه. نحن في حضره الشهيد محمود والالاف من الشهداء الذين ضحينا بهم من اجل هذا التراب، من اجل الكرامه. عدونا الهمجي لم يبقي لنا الا خيار المقاومه. نحن اليوم ايها الرفاق اباء وامهات الشهداء امام خيارين، اما ان نقاوم هذا العدو ونبقى على ارض الاباء والاجداد، او تكون الهزيمه، والهزيمه لن تكون لنا نحن. ما دام هناك الشهيد محمود فنحن سننتصر، لان شهداءنا هو ضمان النصر لنا. تركيا وعلى مرأى ومسمع من العالم اليوم تهاجم المدنيين، تهاجم الأسايش، تهاجم كورونا، على مسمع ومرأى من أمريكا. هذه القاعدة الروسية أمام أعينها يتم قصف كورونا. نحن كعوائل الشهداء نندد بالهجوم التركي ونحذر العالم أجمع، أولهم أمريكا وروسيا. يكفي أن تلعبوا بمسير الشعوب. أنتم اليوم كنتم ضمانة الأمن والحماية. أين هي أمريكا؟ أين هي روسيا من تركيا؟ مرة أخرى دون أن أطيل عليكم، شهداءنا هؤلاء، نعاهد الشهيد محمود كما عاهدنا قبله آلاف الشهداء. سنسير على دربهم حتى اللحظة الأخيرة. ليس لنا إلا خيار المقاومة. المقاومة هي الحياة. البقاء على هذا التراب هو ضمان النصر. حلوة تاريخ الولادة بئر نوح 1/6/2002، تاريخ الانضمام إلى قوات الأسايش 23/8/2021، تاريخ ومكان الاستشهاد 23/11. Gracias.